مش هينفع ان انا ما اتكلمش عن منتخب مصر. الحقيقه منتخب مصر خلال الفتره اللي فاتت كلنا واقفين خلف منتخبنا، كلنا واقفين خلف الجهاز الفني لمنتخبنا، وهنفضل نساند لمنتخبنا القومي ان شاء الله يوم السبت القادم مباراه دور الثمانيه امام منتخب الاردن. بنقول لمنتخب مصر مبروك طبعا الصعود لربع النهائي والمباراه الكبيره امام المنتخب الجزائري وصداره المجموعه. ايضا بقول الف الف سلامه للنجم الكبير ايمن اشرف وللنجم الكبير احمد حجازي، ان شاء الله يرجعوا بالسلامه خلال الفتره اللي جايه. يعني برضو بالمناسبة اللي بشوفه على مدار الأيام اللي فاتت، حق كل الناس إن هي تنتقد، ما فيش حد فوق النقد، ولكن برضو ده يعني ده واحد بيشتغل وبيجرب في بطولة بدون اللاعبين المحترفين. أنا بتكلم هنا على كارلوس كيروش، لأن كل اللعيبة اللي موجودة على قد المسؤولية. الحقيقة ما فيش أي فرق ما بين لاعبتنا المحترفين داخليا أو محليا وخارجيا، وبالتالي يجب أن ندعم كارلوس كيروش ونظل دائما في ظهره. على فكرة في 1992 على ما أتذكر كابتن محمود الجهري الله يرحمه جنرال الكرة المصرية عمل، لو تفتكروا، عمل توليفة من لاعبة المنتخب الأولمبي واللاعبين المتاحين في الدوري في ذلك الوقت من كل الأندية، والمفاجأة أنه كان الفائز بكأس العرب في هذا التوقيت.